وأخيرا بعد انتظار طويل فقس السمان الملكي. طبعا هذا فقس جديد ما صار له ساعة، أول واحد فقس. شوفوا حجمه سبحان الله، شوفوا سبحان الله قد حلو، مش قد صغير. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم عندي السمان الملكي فقست أول بيضة عندهم، فراح أحولها بالقفص لأنني مخليها بمكان مفتوح، فإذا بقيتها هناك الصغار ممكن يتحركون بالليل، يعني بالذات يتيهون ويموتون. تشوفون سويت هذا المكان، خليت هذا البيت فارغ، وسويت مكان هذه مثل الحاضنة سويتها للبيض، بيها حافة صغيرة حتى إذا تحركت أو شيء البيض تحرك لا يتيه البيض هم بالقفص. فراح أجيبها حاليا الطيرة، أحولها هي والفرخ اللي معاها والبيض، أخليهم بهذه الزاوية وأخليهم بهذا القفص يبقون حتى لا يتيهون، أخلي لهم أكل وميهم، يعني حتى من يفقس البيض يبقون الفراخ قريبين من أمهم وعندهم أكل ومي. فخلي نروح حاليا نحولها. طبعا السمانة نايمة بهذه الزاوية، تشوفون ورا الحجر، بسم الله. هذه هي واحد من الفراخ جواها. قبل شوية تفاجأت انه معزولة بصفحة، يعني نايمة فوق الفرخ بس ما نايمة على البيض، فجمعت البيض حواليها حتى تحضن البيض هم. راح اشيلها واحولها بالقفص، خلينا نمسكها. اوه طارت. يلا ما مشكلة، هذا الفرخ تشوفون. طبعا هذه البيضة تريد تفقس، بيها فطر، بسم الله. خلي طلع بصفحة، شوفوا سبحان الله قد حلو، مش قد صغير. خليه بصفحة، خليه بالقفص. تعال طبعا هي كل شيء ما مخليها ويا البيض مثل ما تشوفون. البيض المشكلة اكو بيض، يعني هي كانت نايمة وبعدين لاحظت انه البيض كثر، لان يعني عندي يعني طيرتين يبيضون، فالظاهر الطيرة الثانية يعني جت باضت بعد، فما اعرف اكو قسم قديم وقسم بيض جديد. فراح اشيل البيض كله واخليه هناك بالقفص، بس خلي اول شيء اخلي لها شوية عشب او فرشي حتى شنو. والله هذه راح تفقس مفطورة البيضة، تشوفون راح تفقس ان شاء الله. المهم انا راح احولهم، بس خلي ارتب المكان، اخلي لها عشب واحول البيض. حاليا حولت البيض، تشوفون سويت هذا الترتيب، هذا الكتكوت مخليته قريب على البيض حتى لما تجي الطيرة تحضنه تحضن البيض معاه. راح اخلي لهم اكل ومي وانقلهم من هذا المكان. وهاي السمانة حاليا طبعا بين ما جهزت الاكل والمي هي فورا نامت على البيض، تشوفون. خليت شوية دبس ويا المي لان هذا يفيد الصغار، وخليت لهم اكل نثرت تشوفون بارضية القفص، حتى الصغار اذا طلع بعد صغار من يفقس البيض يطلعون يقدرون ياكلون الاكل والمي قريب عليهم وامهم تبقى معاهم. طبعا عندي وحدة نايمة بهذا المكان بس خافت، اخذت اكل من هذا السطل فخافت وقامت، تشوفون. هاي عندي وحدة ثانية هذا البيض مالها ونايمة بهذه الزاوية، ان شاء الله هذه هم من تفقس عود هم من نصور لكم فيديو. بس انتظر هذولا واشوف اذا راح يفقس البيض او لا، لان قلت لكم هذا البيض اكو قسم بيه قديم وقسم جديد. طبعا حتى هي صار لها تقريبا يومين تارك البيض، الا عزلت الذكر اللي معاها يلا صارت تنام على البيض، يعني تلتهي تروح ويا الذكر تاكل وتترك البيض مرات. المهم نشوف اذا فقس بيض بعد، ان شاء الله هم اصور لكم وانزل لكم فيديو ان شاء الله بعدين غير هذا الفيديو. هذه السمانة طبعا تركتها يوم كامل،
اليوم فقس واحد ثاني، هم المفروض يعني ساعة تقريبا يفقسون كلهم، بس مثل ما قلت لكم هذه شوية صار عندي مشاكل بالبيض، يعني مرات كانت تترك وقسم من البيض اكو جديد وقديم، يعني شوية صارت خربطة، فاحتمال يتأخر بعد البيض، بس ان شاء الله راح يفقس يعني اكثر بعد من هذولا. حاليا صار عندها اثنين، بس قربت عليها وخافت وقامت. تشوفون هذول اثنين صاروا، راح ننتظر ونشوف، وان شاء الله البيض كله بعدين يفقس. تشوفون هذول الاثنين امورهم تمام، ومن جيت لقيتها حاضنة البيض والفراخ جواها، بس من قربت عليها خافت وقامت تركت البيض. هذه الثانية تشوفونها اللي هم قلت لكم نايمة على البيض، لحد الآن بعدها نايمة، البيض جواها. هذا البيض راح يفقس بنفس الوقت، لأن هذه ما عاد تترك البيض، وأكو عندي وحدة بعد طايرة، عندي 3 طايرات يعني وذكر، فهذه مرات من تقوم تجي الطايرة الأخ اللي معاها تنام على البيض، فهذا البيض يعني دائما نايمين عليه ما يتركونه. المهم ان شاء الله اذا فقس البيض مال هذه هم راح اصور لكم وتشوفون كافة التفاصيل. طبعا انا هذه اول مرة ينتج عندي السمان الملكي، قبل تذكرون جبته ما انتجوا عندي، هذه اول مرة يصير عندي انتاج، وان شاء الله اذا استمريت معاهم واستمر الانتاج راح اعطيكم بعد تفاصيل اكثر، و نحاول نجمع معلومات قدر الإمكان إن شاء الله ونزودكم بها. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه أمه، وهذا باقي البيض، إن شاء الله راح يفقس الباقي هم. خلي ارجعه بنفس المكان، كان نازل بالقاع، راح اخليه هناك عند امه وانتظر الى ان يفقس الباقي ان شاء الله.